أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. إذا بتتذكروا سبق وحكينا عن الزودلز أو النودلز معمولين من الزوكيني، يعني الباستا أو المعكرونة المعمولة من الجراش أو الكوسة. وخصوصة بكون عم بحكي هون للأشخاص اللي بيحبوا يكونوا عم بخفتوا نسبة النشويات بمأكولاتهم ويكونوا عم بيزيدوا الخضار لأطفالهم، لأنه مثل ما شفنا كوب من الباستا العادية بيعطينا إذا بس سلقناها بالماء بيعطينا 200 سعرة حرارية، أما كوب من هالنوع من الباستا البيزد على الجرش رح يكون عم يعطينا فقط 18 سعرة أو 20 سعرة حرارية، أما الجرامات النشويات 40 جرام مقابل فقط 4 جرامات. بنفس الوقت الفيتامينز والأملاح المعدنية مرتفعة جدا بهالنوع من الباستا. خلينا نشوف ثلاث أنواع من الأطباق اللي اخترناها اللي ممكن نحن نعملها مع استعمال هذا النوع من الباستا. سبق وشفنا كيف نحن فينا نصنع الزودلز أو الزوكيني النودلز أو الباستا اللي معمولة من الجرش أو الكوسة. بالحلقة السابقة رح نعمل ثلاث أطباق باستعمال هالنوع من الباستا بعد ما نكون طبخنا أو ستوينا هالنوع من الباستا أو الزودلز. رح نشوف هلا شو منقدر نعمل فيهم. بدنا نجيب كوسة أو جرش تكون شوي حجم كبير تنعمل الكابريزي زودل سالد، وهالمرة منا محتاجين لنسلقهم، بس منبرشهم ومنحطهم بقلب وعاء زاز. منحط 3 كوب من البندورة المقطعة، 30 جرام من الجبنة الموتزاريلا المقطعة، وملعقتين من البيزل أو من الحبق كمان مقطعة فريش، مع حص من الثوم المبروش، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقتين كبار من الحامض المعصور كمان فريش، رشة ملح ورشة بهار، منخلطهم سوا ومنرجع منحطهم فوق الخليط ومنخلطهم شوي شوي. وهيدي أكيد فيها نعتبرها كسلطة لأنه ما طبخنا فيها الجرش، تتزين مع الحبق ومثل ما شايفين ألوانها بتشهي. رقم 2، كريمي أفوكادو باستو. بدنا نحط الحبق والأفوكا. خلينا نشوف، منحط حص من الثوم وكمان ملعقتين من الحبق المقطع الفريش، ومنخلطهم سوا بالخلاطة مثل ما شايفين. نرجع منحط نص أفوكادو بقلب الخليط، ملعقة كبيرة من عصير الحامض وملعقة كمان كبيرة من المي. فينا نزيد مي حسب ما نحن منحب، منا مشكلة إذا زدنا شوي أكتر، حسب نحن قد ايه منحبها سميكة أو رقيقة. منزيد رشة الملح والبهار ومنرجع منخلطهم بالخلاطة كلهم سوا لحتى تصير مثل الكريمة غنية، ومنخلطها مع الزودلز مثل ما شايفين، نحطها على جنب. فينا نكون عم نستبدل الباستا المدهنة بهالطبق الكريمي ولكن مغذي جدا. آخر شي بوتانسكا الزودل، يعني اللي هو البوتانسكا يعني بترتكز على صلصة البندورة. منحط شوي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون منسخنه، منحط حص ثوم، 3 سمك الأنشوفا أو الأنشوفيز منحطهم مع رقائق الحر، من ما منكتر أكيد، ومنخلطهم على نار خفيفة. منزيد علبة من البندورة من صلصة البندورة، وكوب من الزيتون، وملعقة من الكيبرز، ورشة من الأوريغانو. منخلطهم لحد 15 دقيقة. هون الصلصة رح تأدي لثلاثة كوسة أو جرش، إذا نحن عم نعمل لشخص واحد رح يبقى صوص صلصة على جنب. ومنخلطها مع باستا الجرش أو مع الزودوز، ومنرش البقدونس أو الكزبرة إذا بدكن على الوجه. أعزائي الكرام، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالأفكار الثلاثة، وفيكن كمان أنتوا تتفننوا بالبيت وتألفوا بعد يمكن ريسيبيز فيكن تستعملوا فيها هالزودلز اللي تعلمنا كيف نعمله بالحلقة السابقة، وتخبرونا عنهم بصفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا.
ما تنسوا أعزائي المشاهدين قد ما فينا نكون عم ندخل الخضار، نستعمل الخضرة لحتى نستبدل الباستا، حتى الخبز يمكن مثل ما شفتوا قبل بحلقات كنا عم نشيل التوست ونستعمل محله السلري لحتى نحط بقلبه البينات باتر، كمان كنا عم نستعمل شرائح التفاح لنحط عليهم يا اما الشوكليت سبريد او حتى البينات باتر. يعني قد ما فينا ما نعود اطفالنا يضلهم كل الوقت عم ياكلوا نشويات، خصوصا اذا نحن مش بس اطفالنا، اذا نحن عنا مشاكل مع السكر النوع الثاني او مع ارتفاع نسبه التريجليسيرايد بالدم، فبهالطريقه بنكون عم نفوت فواكه، عم نفوت خضار بلا ما نكون عم نخسر الطعم الغنيه ونكون عم ناخذ الاملاح المعدنيه والفيتامينات بشكل اعلى. اهلا وسهلا فيكم، هذا كل شيء لحلقتنا اليوم، ما تنسوا تنطرونا بحلقاتنا المقبله وما تنسوا تشاركونا ارائكم وتسالونا اسئلتكم على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين.